الله يرضى عليك، من غير لف ولا دوران. ابن ابني اللي كتبت الرسالة لأبوه مشان يعترف فيه. وين؟ خالتي انتي شو عم تقولي؟ إذا حكيتي بوعدك إنه ما أفتح سيرة لمخلوق. هون حفرنا وهون دمرنا، بس ريحي لي قلبي الله يخليكي. خالتي إذا كنتي شاكة إنه أنا اللي كاتبة الرسالة فأقسم لك بالله العظيم مو أنا. مين اللي كان؟ والله ما بعرف خالتي، والله ما بعرف. صدقيني لو كنت بعرف كنت خبرتك فورا وريحت لك قلبي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تقبريني، انت بتعرفي انه عصام واحمد ووسيم معزه اخواتي الشباب، بعدين شو بنا؟ انا رنا تربايتك. لا تؤاخذيني امي، بس والله ما بعرف شو بدي اعمل، ما عم بعرف شو بدي اعمل، ما بقدر انسى هالقصه. والله حاسه فيكي خالتي، يا ريت بقدر ساعدك، بس لو أعرف قلبي ان شاء الله. لك هدول مو كان بعيات مسطوطين بالطريق. الظاهر جايين جيران جداد يسكنوا جنبنا. شايف؟ شايف كيف عمو عم ينزل كنبايات من السيارة؟ مامي تفرج بس ما كتير تقرب على الحفة، اوكي؟